هنالك رئيس مشهور يسمى رئيس جاكندوف، هذا الاستاذ الامريكي جمع 80 رجلا مؤمثلين، معنى انهم متساوون في العمر، في الدخل، في المجلات التي يقرأون والجرائد، وكتب جملة من الإنجليزية من ثلاث كلمات وجعلها في ورقة وطواها وأتى إلى الأول منهم وساره بالجملة وقال له أن يسار بأن يسار أن يسار بها هذا حتى الثماني، قال له أن يذهب إلى الاستخبارات ليكتبها، فإذا هي 25 كلمة، ثمانية رجلا في قاعة مقفلة مؤمثلين، مفترض أنهم متساوون من ناحية المعرفية ومن ناحية الإدراكية، فكيف بمجتمع إذا يبدو لي أن هذه القضية قضية جدا، كيف تعطي المعلومات وكيف توصلها؟